بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في كلية شط العرب الجامعة، هذه الكلية العريقة التي تأسست منذ ما يزيد عن ربع قرن. نستقبل بكل فخر واعتزاز من خلال وحدة التسجيل وشؤون الطلبة الجدد العام الدراسي الحالي 21-22، ونقدم كافة التسهيلات التي تعطي للطالب حرية اختيار ما يراه مناسب، وإن شاء الله القبول لهذا العام الدراسي، ونقدم ما يؤهله لأن يكون مواطنا يخدم بلده مستقبلا، ومن الله التوفيق. بالنسبة للتسجيل في كلية شط العرب، طبعا أنا أحب أوجه شكري للإدارة اللي موجودة على آلية التسجيل وترتيبه، وكذلك رحاب الصدر الأساتذة اللي موجودين هنا يحاولون يساعدونا بقدر الإمكان. ما تأخرت، يعني أنا سجلت تقريبا ما طولت ربع ساعة أو أقل من هذا الوقت، كان تعامل جدا جيد، يتعاونون يعني بكل شيء ويحاولون يساعدونا دائماً.